شكرا للزميلة ريم. مرحبا مشاهدينا مجددا، متواجدون في مجلس ضحية أم غيدر بالشارقة، وما زال المركز بطبيعة الحال يستقبل الناخبين الذين أتوا للإدلاء بأصواتهم. كما ترون مشاهدينا أن المركز قد شهد توافدا من قبل الناخبين الذين أتوا لتقديم أصواتهم للمرشح المفضل، وهنالك أيضا توافد من قبل كبار السن ومن قبل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين البعض منهم ربما لم يحسم قراره بعد للتصويت للمرشح المفضل، ولكن وجودهم هنا يساهم في إنجاح هذا الاستحقاق السياسي الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة. وللحديث أكثر حول عملية سير التصويت يسعدنا أن نستضيف المتطوع سالم علي ثاني. مرحبا فيك سالم. مرحبتين أختي. سالم، في البداية لو تخبرنا عن عملية سير التصويت كيف كانت وكيف قدمتوا تسهيلات حق الناخبين؟ الحمد لله العملية كانت جدا سلسة، ما واجهنا أي صعوبة. يتم استقبال الناخبين ثم توجههم إلى منطقة التدريب ثم التوجه إلى أجهزة التصويت. سالم، لو تخبرنا كم دقيقة نقدر نقول أخذت هذه العملية؟ تقريبا يتم استقبال الناخبين من منطقة التدريب إلى التوجه إلى الأجهزة من دقيقة إلى دقيقتين بالكثير. كلمة أخيرة تبغي توجهها للناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد؟ كان لابد منهم أن يجون ويشاركون في عملية التصويت لأن صوتهم مهم في المجتمع. شكرا لك سالم، يعطيك العافية. الله يعافيك. نعم مشاهدينا، إذا كانت من كلمة في هذه اللحظات فالتصويت للإمارات، والتصويت أيضا والنجاح أيضا هو للإمارات وليس للناخب. كما ترون مشاهدينا يتواجد هنا أكثر من 20 متطوع، لهم كل الشكر لما قدموه منذ الساعات الباكرة وحتى هذه اللحظات. عملية التصويت تسير بشكل ميسر ومنتظم، لهم كل الشكر والتقدير الذين يساهمون في إتمام عملية تصويت تتسم بالنزاهة والشفافية. الصورة والكلمة تعود إليكم من جديد.